السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد معانا، مش جولات. هعمل لكم البطاطا بالبشاميل، انا بحبها قوي بصراحة، فحابة يعني ان انا انزل الوصفة دي معاكم على اليوتيوب. تعالوا كده نبدأ نقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. انا قشرت 4 5 بطاطات كده كبار زي ما انتم شايفين، هعمل يعني بايركس صغير وبعمل لها كوباية واحدة بشاميل. يلا نبدأ كده نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. بسم الله، اهو هقطع البطاطا واولع عليها تتسلق، في الوقت دوت هعمل البشاميل. اي تقطيع كده كده هتتسلق، هحط لها شوية سكر مسلوقة. اي تقطيع تبقى تحفة طبعا في الشتاء، حبينا كده نبدأ بيها الشتاء، بحبها جدا بصراحة. بشيل اي حاجة كده سودة، انا بشكركم جدا طبعا على مشاهدة الفيديوهات بتاعت جولات الوكالة، ان شاء الله بوعدكم بالمزيد منها ان شاء الله بإذن الله قريب. فيديوهات مشتريات، هو بس الواحد بيبقى كسلان كده. البطاطا ما بتاخدش وقت، هشطفها شطفة حلوة كده وأولع عليها. أنا هحط البطاطا اهي، حطيتها في الحلة، هزود لها شوية مية بسيطة قوي. عشان بس ما تحرقش، هحط لها شوية سكر، برضو شوية سكر صغيرين. حوالي معلقة. هولع عليها. تستوي. في الوقت دوت انا هعمل معاكم بشاميل. هنقرب للنار هنا، هنقرب الكاميرا. هنحط اللي احنا هنعمل فيه البشاميل، هنعملها في اللبانة دي. هنحط معلقة سمنة، حط معلقة دقيق. بعملها البشاميل خفيف قوي عشان هي بتبقى تقيلة، فانا بخفف قوي البشاميل يعني، ما بعملش بشاميل كتير بصراحة. معلقة السمنة، هحط عليها معلقة دقيق اهو. ماشي، اقلبه. Thank you.
عايزه بس السمنه والخل يتشوحوا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هنزل باللبن، مش عايزه تديلي، هنزل باللبن واقلب برضو. هحط تقريبا كوبايه لبن او كوبايه شويه كده، يعني نص الكيس ده، ده كيس نص كيلو، هحط نص الكيس تقريبا، لو احتجت هزود. اقلب كويس. التونة بقى هقلب بقى اللي فوق، هعمل عليه عادي خلاص، انا جنبه لسه ما ربطش. ابتدي يتقل معايا اهو، طبعا انتي بتحسي بيه ان هو ابتدى يتقل، انا ابتدى يتقل ومحتاج لبن، فهزود له شوية لبن كمان. انا عايزه خفيف مش عايزه تقيل. بصي ابتدى يحل تاني اهو، زي ما انتم شايفين. بصوا انا بخففه بقى بعد ما بقفل عليه براحتي، يعني بعمل السمك، بوصل السمك اللي انا عايزاه براحتي بعد ما بقفل عليه. وبرده بزود له القشطه او اي حاجه بعد ما بقفل عليه، لانه بيفضل سخن فتره. هو خلاص كده بصوا طلعوا الفقاعات زي ما انتم شايفين اهو، خلاص هقفل عليه. حطه هنا طبعا، هزود قدامكم السكر، هزود له لبن عشان هو تقيل شويه، هزود له شويه لبن بقى، وازود له معلقه سكر، هزود له يعني معلقه او معلقتين سكر، انا ما بحبش السكر كتير. معلقه سكر، السكر ده بيحلي قوي. في اتنين، اتنين ونص تقريبا، تلات معالق سكر. هقلبه زي ما قلت لك، السمك بتاعه انت هتتحكمي فيه، معاكي اللبن وانت هتتحكمي فيه. عايزه تعملي كميه اكبر من كده اعملي، عايزه تعملي اقل براحتك. انا بحبه خفيف البشاميل، فبعمل كوبايه معلقه دقيق وكوبايه لبن، وبتحكم بقى فيها زي ما انا عايزه. بس
نفسه وما كتلش ولا حاجه. انا مش عاملاه بضرب اهو قدامكم بالمعلقه، ما كتلش ولا حاجه سلس. انا ممكن كمان احط له شويه لبن عشان يبقى خفيف شويه. كمان انا كده كل دوت ما فضيناش لسه، ما خلصناش النص كيلو. شايفين بقى سلس بصوا جميل ازاي، ولا مكتل ولا حاجه، وضربوه قدامكم بالمعلقه. مش اي مشكله، اهم حاجه ايدك فيه وانت بتنزلي بس السوائل. عندك حته قشطه حطيها، عندك معلقتين كريم شانتيه حطيه. البشاميل كده سكره حلو جدا. انا عندي اهو قشطه هاخدها من اللبن قدامكم، لبن بلدي. هاخد القشطه من فوق الوش احطها في البشاميل، تديله بس ايه كثافه كده وطعم حلو، وكمان تخليه الوش يحمر من غير ما احطله سمنه ولا احطله اي حاجه زي ما انتم شايفين. هقلب بقى القشطه. ما بحطش القشطه على النار عشان لما بحطها بتتعرض لدرجه حراره كتير، حسها قلبت لسمنه كده، بتنزل السمنه اللي فيها. يعني طبعا السمنه دي بتتعمل من القشطه ومن اللبن اللي هي الزبده البلدي، فبحطها في الاخر. اي حاجه بحطها في الاخر بضربها زي ما انتم شايفين. البشاميل خفيف جدا وجميل. هنركنه بقى لما هنبص كده بس على البطاطا هي لسه طبعا عايزه تقلب. كده زي ما انتم شايفين حبايبي هنسوي البطاطا، واحنا بنقفل الصينيه هرجع لكم تاني. حبايبي رجعنا لكم تاني اهو، هنعمل بقى هنحط البطاطا والبشاميل، هنعمل بقى الطاجن البيض بتاعنا. انا هرص بس البطاطا اهو معاكم. استوت بقى جميلة اهي. زي ما انتم شايفين بتبقى جميلة اوي في الشتا، بتبقى تحفة في الشتا، انا بحبها اوي. انا مش بنزل اي اكلات لان قناتي يعتبر مش قناة طبخ، بس بحب في وصفات معينة كده بحبها، بحب يعني حابة ان انا اعملها وانزلها بطريقتي طبعا. مش هعملها لكم زي ما انا بعملها، يا رب تعجبكم. زي ما انتم شايفين اهو، هنحط بس الطبق ده تحت هنحط شويه سمنه، زيت او سمنه او زبده في البايركس.
امسحه كده بالمنديل او بالفرشه. انا الفرشه بتاعتي مع ماجده بتلعب بيها، فطبعا مش هوقف نفسي. يعني هي الحاجه يعني من ضمن الحاجات اللي بتعجبها في المطبخ، طبعا ادوات المطبخ بتاعتي كلها بتعجبها. هنحط بقى هننزل بالبطاطا. عايزه تخففي البشاميل، خففيه، انا كده شايفاه حلو قوي. هنزل بالبطاطا كلها، في الطاجن كده عايزه اقول لكم اول مره عملت البطاطا دي كانت ماجده يعني ابتدت تستنبه كده، ما كانتش تقدر تاكل البطاطا بتاعتها اللي كنت عاملاها انا مسلوقه، اكلتها معايا كانت بلام وبشاميل ديت. حتى انا يعني عملتها عشان كنت جايبه بطاطا ليها، عملتها بالبشاميل النهارده عشان خاطر هي ترجع تاكل بطاطا تاني. ما اعرفش ايه، عشان كانت بتاكلها وهي صغيره زهقت منها او حاجه مش عارفه بالظبط، بس عايزاها ترجع تاكلها تاني. يعني جميله قوي لو عندك طفل صغير، بيبي صغير وعايزه تعمل له حاجه ياكلها، البطاطا جميله جدا. كانت من الحاجات اللي بعملها لدوده وهي صغيره، وكانت بتاكلها يعني كانت بتحب طعمها لانها مسكر، بس ما تديهاش المسكر قبل حاجه مالحه. يعني لما اديتها البطاطا ما بقتش تميل قوي للبطاطس المهروسه، تاكلها محمره. فخلي بالكم من الحاجات دي، يعني لو حتى هتديها بطاطا حط لها اي حاجه معاها تكسر الحلاوه ديت عشان هي ما تتعودش على الطعم الحلو. بتتعذب بقى في الكلام في الحاجات بقى المالحه يعني. وفي ناس لا، يعني في اولاد لا، على حسب كل طفل وعلى حسب. اهي الرصيطة اهي، هنزل بالبشاميل. بسم الله. بس طبقة البشاميل مش كتيرة، ادخلها الفرن بقى وارجع لكم. حبايبي رجعنا لكم اهو. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله الطاجن طلع تحفه زي ما انتم شايفين، وخد الوش معلقه القشطه دي او معلقتين القشطه اللي انا حطيته، خد الوش تحفه مش محتاج اي حاجه. بالبشاميل دي بصراحه طريقتي في البطاطا بالبشاميل، انا بحبها جدا. حبيت ان انا اشاركها معاكم، يا رب تعجبكم.